بداية قصصنا الإخبارية هي بداية إنسانية تماماً، بداية إنسانية لأنها لها علاقة بفنان كبير بنحبه، فنان كبير ليه في قلوبنا محبة خاصة، واحد من محاربي الأزمات بصمت وابتسامة ودودة، تعرض في الأيام الأخيرة إلى ابتلاء كبير من الله سبحانه وتعالى وأصيب بالسرطان، بقى واحد من محاربي السرطان. على صفحته من أيام قليلة جدا على فيسبوك كتب خبر إصابته بالسرطان للمرة الثانية وقال: أصدقائي الأعزاء، عملت التحليل والأشعة المطلوبة واكتشفت للأسف أن عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف أنه مش هرد على تليفونات، ادعوا لي بالشفاء. الأستاذ فطين عبد الوهاب القوي، الأستاذ زكي فطين عبد الوهاب، الفنان القوي المتحدي المنتصر دائما، اهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، ازيك يا استاذ زكي؟ الحمد لله كويس. اهلا بيك استاذ زكي، ومليون سلام عليك، فداك الدنيا كلها، طمنا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كمان. اخر يعني، هل في اي يعني، حضرتك كتبت بوست على الفيسبوك بتقول فيه ان للمرة التانية يعني اكتشفت اصابة، ولكن هذه المرة في المخ، وهي اصابة ليست سهلة، لكن اولا عايزين نطمن على وضعك الصحي، وبعدين نعرف ايه الخطوات اللي حصلت واكتشفت ازاي. انا وضعي الصحي الحمد لله، بس يعني بتجيلي دوخة كده وعدم اتزان وصداع جامد قوي، بس كلها باخد ادوية لده يعني، بس هو الموضوع كله انه هيبقى مراحل طويلة شوية في العلاج المرة دي. أنا كان عندي طبعا سرطان في الرئة قبل كده. أيوه. بس دلوقتي بقى في المخ. فهبدأ بكرة حاجة اسمها التخطيط، ده بيتحدد أماكن الورم في المخ. بعديها هبدأ بعد يومين أو ثلاثة أشعة كلية على المخ، حوالي 15 جلسة على 3 أسابيع، يعني كل يوم 5 جلسات. وبعدين بعد شهر كده هيبقى في اشعه رنين على المخ بالصبغه، اشعه رنين على المخ بالصبغه، وعشان يعرفوا درجه الاستجابه بتاعه الراديشن نفسه، يعني ده هيتم بعد شهر ان شاء الله. بعد كده هضطر اعمل اشعه ثانيه على الحوض والصدر والبطن عشان يعرفوا اذا كان كمان الرئه اتاثرت في الفتره دي ولا لا. فهو يعني مراحل علاج طويله، مراحل صعبه شويه، مراحل صعبه وطويله، لكن انت خدت معركه صعبه يا استاذ زكي في الحمد لله يا فندم. في المره الاولى سرطان الرئه شيء صعب جدا، لكن انت الحمد لله كنت صابر وواجهت ده بقوه، وربنا وقف معاك ونجاك. الحمد لله يا فندم، وانا سعيد جدا بالناس، مش عايز اذكر اسامي عشان ما انساش حد يعني. سعيد جدا بكل الناس اللي وقفت معايا وواقفه معايا، وتحديدا الدكتور اشرف زكي، لان انا بصراحه من غيره ما كنتش اقدر اعمل اي حاجه، كنت حلبس في الحيط يعني. ده علشان العلاج مكلف جدا مش كده؟ اه طبعا مكلف. وانت ما عملتش فلوس من الفن؟ انت ما عملتش فلوس من الفن يا استاذ زكي؟ لا والله خالص، لا. وبعدين انا كمان كانت ظروف صحيه السنه اللي فاتت، بس ما عملتش، ظهرت في مسلسلين بين السماء والارض، وكوفيد 25 يعني، اول 6 ايام تصوير، فما كانش حاجه كبيره يعني. استاذ زكي، انا الحمد لله تمام. انت تمام؟ النقابه، انا اسف، بس هي النقابه اللي بتتابع وبتتولى ده مع حضرتك؟ طبعا، بتوصيه من الدكتور اشرف زكي طبعا، اشكره جدا 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 يعني. استاذ زكي، يعني في بدايه واحنا بنتكلم عن الحدث في حد ذاته والموضوع، قلنا ان حضرتك من الناس محاربي السرطان اللي تغلبت عليهم في المره الاولى ولم يكن سهلا. هل يا ترى فكره محاربه المرض ده للمره الثانيه بالنسبه لك عايشها ازاي في الفتره دي؟ انت الحمد لله كويس، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ولا حاجه، اللي حدث ان السرطان بقى راحت صاحبي يعني، في شويه في الرئه وشويه في المخ، فواخد الموضوع الحمد لله ببساطه ان شاء الله. بس كل الحكايه انه هيبقى المره دي مراحل طويله شويه في العلاج. مفيش اي تدخل جراحي؟ الحمد لله تمام يعني. مفيش تدخل جراحي في مثل هذا النوع من الاورام؟ لا يا فندم، لا ما ينفعش، لانه موجود في كذا، الورم موجود في المخ في كذا منطقه، منهم المخيخ اللي هو مسؤول عن الاتزان.
ومنتشر في كذا حته. ايه اللي خلاك تروح تدور على المنطقه دي يا استاذ زكي؟ يعني ايه اللي حصل لك؟ ابدا انا كنت مره قاعد كده من حوالي مثلا نقول ايه اسبوعين تقريبا او 20 يوم يعني، كان بيجي لي وجع في ركبي كده عادي، فقلت يمكن دي من قله الحركه او بتاع. وبعدين ابتديت احس انه في عدم اتزان وانا بنزل السلم كده مثلا وانا ماشي بتاع، فكلمت الدكتور بتاعي اللي كان مشرف على الحاله يعني، طلب مني مجموعه تحاليل عملتها، وبعد كده قال لي لازم نعمل رنين مغناطيسي على المخ بالصبغه عشان على طول على المخ، فعملت الاشعه دي وطلعت بقى النتيجه. اتصدمت؟ اول يوم بس كده اتضايقت شويه. لازم تتضايق يعني، ده احساس شوية. بس بعد كده خلاص الحمد لله يعني مفيش مشاكل. كنت طب وحياتك، حياتك حاليا دلوقتي النهارده قادر تمارسها بشكل طبيعي؟ يعني هتقدر تواصل بتتعامل ازاي يوم يومك؟ بحاول بقدر الامكان يعني، انا يعني بحاول بقدر الامكان يعني، ممكن انزل اقعد في قهوه كده هنا في الشمس شويه حاجه زي كده، اتمشى بس ما اقدرش امشي كتير لاني صعب قوي انزل السلم، بس ممكن اطلعه اسهل، بس نزول السلم بالنسبه لي صعب جدا. بتعب طبعا فبضطر ارتاح بعد الدور شويه يعني وبس. كان عندك اي ارتباطات فنيه يا استاذ زكي في الفتره دي؟ لا والله، لا والله يا فندم، لا. لا يا استاذ خير والله يعني ما عنديش اي حاجه، ما عنديش اي اوفرز، ما اعتقدش ان انا ما اعرفش بقى العلاج هياخد وقت قد ايه، الدنيا هتبقى عامله ازاي. يعني الدكاتره قالوا لك ان لا يفضل انك تمارس عمل دلوقتي في الفتره دي؟ يعني انا طبعا انا ظروفي شويه صعبه لان المشي مش قوي والاتزان والصداع ده، بس هعرف يعني في خلال الاسبوع ده هفهم التاثير الاشعه على المخ عامله ايه بالظبط، وبناء عليه اقدر احدد كان اقدر اشتغل او ما اقدرش يعني. طب انا مش عارف اذا كان الوقت ده مناسب ان اطرح ده على حضرتك ولا لا، هنكون سعداء جدا لو اتحت لنا الفرصه ان نجري معك حوار انساني عن رحلتك كلها الفنيه والانسانيه. يعني تحت امرك، في تحدي الخير. ربنا يخليك يا استاذ زكي، ده شرف لينا يعني، لو حضرتك هتحب تشرفنا، لو تحب نجيلك زي ما انت عايز احنا تحت امرك. تحت امرك يا استاذ خير، تحت امرك في اي وقت. طيب هنرتب مع حضرتك ونشوف المناسب ليك، ربنا يطمن عليك، مصر بتدعي لك. كلنا انت فنان لك قيمه كبيره وداخل قلوبنا طول عمرك ومحترم، ولم نسمع منك الا كل جميل، فربنا يجبر بخاطرك ويجبر بخاطرنا ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. مليون سلام عليك مره ثانيه. بنشكرك فناننا الكبير زكي فطين عبد الوهاب، وندعو الله وارجوكم ادعوا له الناس الطيبين، واحنا بندعو لكل المرضى ولكل الناس اللي ما حدش يشوف الم، يدعو لزكي فطين عبد الوهاب بالصحه والعافيه والستر، وان ربنا يرينا عجائب قدرته في اتمام شفائه ان شاء الله.